في هذه المقابلة تنضم إلينا أليشيا كيز الحائزة على 15 جائزة غرامي. أليشيا كيز ستشارك كجزء من سلسلة Infinite Nights لمعرض دبي العالمي 2020. إنها تجربة غامرة مع الجماهير على الموقع وتبث عبر الإنترنت وعلى التلفزيون والواقع الافتراضي لملايين الأشخاص حول العالم. مرحبا بعودتك إلى دبي. شكرا، أحب العودة في كل مرة، هذا جيد جدا. أحب أن أكون هنا في معرض إكسبو العالمي، إنها مساحة مذهلة، لذلك أنا سعيدة للغاية. نحن محظوظون للترحيب بك في إطلاق كيز. ماذا يتوقع الجمهور من الحفل؟ سيستمتع الجمهور بوقت رائع. كيز هو ألبومي الجديد، سأشارك ليلة إصدار الألبوم، لذلك نطلقه هنا. يتعلق الأمر بالمفاتيح، بالتخلي عن كل الموانع وأن تكون مهيباً ورائعاً قدر الإمكان والأكثر حرية، وأن تكون على طبيعتك. ستعيش تجربة غامرة، أحب هذا المصطلح. طريقة أدائي تتطور مع الجمهور وتخلق الحركة مع الجمهور، ستعطي انطباعاً بأن هناك حركة واتصال. لن أكون هنا وأنت هناك، سنكون معاً، سيكون الأمر مبهجاً. إنه الألبوم الثامن لك وهو ألبوم مزدوج. تحدثت كثيرا عن التواصل، قلت إنها فرصة لاستكشاف معنيين مختلفين لجوانب عدة منك. كفنانة رأينا أنك تتغيرين كثيرا، هل هذا ما أردت إظهاره؟ أشعر أن ألبوم كيز يشبه العودة إلى المنزل، هذا ما أسميه. أشعر أنني عدت إلى نفسي. يبدو الأمر كما لو كنت قد بدأت هنا، لقد قطعت الطريق إلى هنا ثم وجدته هنا. هذا ما أشعر به مع كيز، إنها محاكاة حقيقية. هناك ثقة معينة، شيء جميل حقا. تأليف الأغاني قوي، البيانو مذهل. بالإضافة لذلك، لأنني من سكان نيويورك الحقيقيين، كما لو أخذت النسخ الأصلية، أخذت عينات منها لتحويلها إلى شيء مختلف تماما صوتيا، والآن حصلنا على منظورين، النسخة الأصلية والمعدلة. نحتفل بمرور 20 عاماً على بدء حياتك المهنية، من الصعب تصديق ذلك، لكن كيف نشأت كفنانة؟ يا إلهي، لقد كبرت كثيراً، اكتسبت مزيداً من الثقة. لم أكن أعرف شيئاً عندما بدأت، كنت أتظاهر، لكن الأمر لم يكن كذلك. الآن أشعر بما أفعل، أعرف ما أحب وما لا أحب. لن أسمح للآخرين باستغلالي، أتأكد من أنني واضحة وقوية في رؤيتي وفيما أريد القيام به. لذلك أعتقد أن الآن هناك ثقة لم تكن موجودة آنذاك، لكنها طبيعية. هذا ما نحصل عليه عندما نكبر، نتطور. أشركت معجبيك ومجتمعك في حياتك المهنية، لأنك كنت سريعة التأثر خلال السنوات القليلة الماضية. شاهدناك في الفيلم الوثائقي نوتد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وقناتك على يوتيوب. لقد غيرت نهجك على مر السنين، لماذا تعتقدين أن هذا هو الوقت المناسب لتظهري لنا مزيداً من أليشيا الحقيقية؟ لطالما كنت على طبيعتي، كنت دائماً أليشيا الحقيقية، لكن كنت أضع الحواجز كالجدار. لم أكن أريد أن يكون الناس قريبين جداً. كنت متوترة وخائفة من الناس، لم أكن أعرف كيف أحمي نفسي. الآن أثناء الوباء قررت أن هناك طريقة رائعة للوصول إلى الناس حتى لو لم نكن معهم شخصياً، لذلك أردت استكشاف ذلك أكثر والانفتاح بهذه الطريقة، لأنني أكثر ثقة بنفسي، لأنني أفهم من أنا. لم أعد قلقة بشأن الاتصال والمشاركة، ولم يعد الأمر مخيفاً. أشعر أنني بحالة جيدة، أنا سعيدة لوجود هذا الاتصال، سعيدة لرؤيتي وأنا أتطور. إنها مغامرة بالنسبة لمعجبيك، وأعتقد أنك بعت 90 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم. هل لديك ما تفضلين أو أغنية تحبين تأديتها، أم أنك كالأطفال تحبينها كلها بصفاتها الفريدة؟
كالأطفال بالتأكيد. هناك بعض الأغاني البارزة مثل فالين. في كل مرة أغني فيها هذه الأغنية أشعر أنها تحيا مجدداً. هناك شعور جديد، إنها خالدة، إنها لا تشيخ، في تجدد مستمر. وهناك الكثير من الأغاني الرائعة التي أحبها، لكن الاختيار صعب حقاً. من الأغاني الجديدة المفضلة لدي وستد إنرجي، أندردوغ 2 جميلة وقوية حقاً، وهناك أغنية جديدة مفضلة هي I Need You، لكنني لا أؤديها كثيراً. يمكن أن نتوقع الاستمتاع. ستبدأين مجدداً جولة جديدة في أوروبا والمملكة المتحدة كفنانة، هل من الرائع أن تكوني هنا وتعودين بين معجبيك؟ هذا رائع حقاً، بصراحة شيء أفتقده بشدة، لكن الاتصال خاص جداً، إنه شيء نستطيع القيام به ولن نتمكن من تكراره. لذا إنني متحمسة للقيام بجولة حول العالم مرة أخرى في عام 2022. سيكون هناك أليشيا وكيز، وهذا أفضل. كل من يعرف أننا سنجري مقابلة أراد أن يعرف كيف تبدو بشرتك، ويمكنني أن أخبرك أنك متألقة. من المثير للاهتمام أنك شاركت معنا خط مستحضرات التجميل الخاص بك، وكذلك رحلتك للتخلص من المكياج. ماذا تريدين أن تقولي لمعجبيك عن تطورك؟ يا إلهي، نعم، أعتقد أنه استكشاف مستمر. يجب السعي للشعور بالرضا. في معظم الأحيان نسمح لأصدقائنا أو لوسائل الإعلام بإملاء سلوكنا. ندع إنستغرام يملي علينا. نفكر بهذه الأمور، بما يجب أن نكون عليه وما يفترض بنا أن نبدو عليه. أعتقد أنها رحلة شخصية على الجميع اكتشاف أنفسهم. لذا أشعر أنني أعرف نفسي حقاً، أفهم حقاً أن هذا هو عالمي وخياري. لا أحد يستطيع أن يخبرني بما يجب أن أفعل. يمكنني أن أفعل ما يجعلني أشعر أنني بحالة جيدة، وأنت كذلك. أنت أيضاً تبحثين عن ما يجعلك تشعرين بالرضا، وهذا هو معنى كيستول كير. إنها طقوس وتأكيدات إيجابية لمعرفة كيفية الاعتناء بنفسك في عالم يرفضك. شكرا جزيلا لهذه المقابلة وكل التوفيق في الألبوم. Yay, thank you. If we fall down, if we fall down, gotta get up, gotta get up, gotta get up. If we could fly.